أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين. أعظم الله تعالى لنا ولكم الأجر في هذا الشهر الأليم، شهر محرم الحرام، شهر الحزن والبكاء، شهر العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. وفي هذا الشهر، شهر محرم الحرام، في اليوم العاشر قتل من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب 70 شخص، وأيضا قتل من أهل بيته، وكان من ضمن أهل بيته ابنه السيد علي الأكبر ابن الإمام الحسين عليه السلام، والذي كان أول شهيد من بني هاشم، يعني من سلالة النبي صلى الله عليه وآله، أول من استشهد منهم هو علي الأكبر. قال فيه الإمام الحسين عليه السلام: كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله خلقا وخلقا ومنطقا، حيث كان الإمام الحسين عليه السلام يقول: إذا اشتقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نظرنا إلى علي بن الحسين، إلى علي الأكبر يعني. ففي اليوم العاشر لما اشتد القتال مع أصحاب الإمام الحسين وقتلوا، طلب علي بن الحسين عليه السلام الإذن من أبيه للمبارزة لكي يدافع عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، فأذن له الإمام عليه السلام وبرز إلى القتال حتى قتل منهم جمعا غفيرا. ثم اشتد به العطش فعاد إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال: يا أبتي العطش قد قتلني. فقال له الإمام الحسين عليه السلام: قاتل قليلا، فما أسرع أن تلقى جدك رسول الله صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. ثم عاد إلى القتال حتى برز إليه مرة بن منقذ العبدي لعنة الله عليه، فقتله حتى سقط على الأرض سريعا. بلي تفضل. أستاذ، كيف نعرف علي الأكبر؟ أحسنت، ما هو اسمك؟ قسيم. أحسنت يا قسيم، تفضل. سأل أخوكم قسيم أن الشاب كيف يمكن أن يقتدي بعلي الأكبر رضوان الله تعالى عليه، ويكون ذلك أولا هو رمز التضحية لكل شاب مؤمن، يعني كل شاب يرى أن علي الأكبر بهذا العمر قد ضحى بنفسه لأجل نصرة الدين، فيكون قدوة له، فيندفع الشاب من أجل نصرة الحق، فهو رمز لكل شاب مؤمن. أن نتعلم منه العزم والثبات في وجه الأعداء، يعني على الرغم من صغر سن علي الأكبر رضوان الله تعالى عليه كان ثابتا ذو عزيمة في نصرة الدين، لم ترهبه الأعداء، لم يتراجع عن نصرة الحق أبدا حتى قتل رضوان الله تعالى عليه. وبهذا ينتهي حديثنا لهذا اليوم، وسنكمل إن شاء الله في الجلسات المقبلة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.